السلام عليكم، اهلا بكم في وصفه اخرى من وصفات مطبخ نصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير كريمه الزبده او لا كريم او بور. لا كريم او بور كما تعرفوا يستعملوها الناس كامل في لي كيك او في لي تارت، تجي يعني بنينه بزاف وتجي متماسكه. لتحضير هذه الوصفه ما نحتاج الى مقادير كثيره، نحتاج فقط الى عندي هنا 300 غرام زبدة تكون يعني درجة حرارة الغرفة، يعني ما تكون دايبة ما تكون قاسحة، 8 مغارف كبار عسل، 4 صفار بيض. انا غادي نديرها بنكهة الفريز او الفراولة، لهذا الشيء غادي ندير منكه الفراولة والملون. واذا حبيتوا ديروها بالشوكولا قادرين ديروها يعني بالشوكولا او بالكاكاو. الان مروا مباشرة الى طريقة التحضير. اذا اول شيء نديرو الصفار تاعنا في الخلاط. انا راح نشعل الخلاط تاعي وبشوية بشوية يعني هو يتخلط راح نفرغ العسل، وكي نفرغوا العسل كامل يعني نزيدوا شوية في السرعة ونخلوها تتخلط لمدة 10 دقائق. خلاص كما راكم تشوفوا كي تولي الخليط تاعنا كيما هاك، يعني تشوفوه تقال مليح وتضاعف الحجم تاعه كيما هكذا. الان راح نضيفوا الزبده تاعنا بشويه بشويه، يعني راح ندير الخلاط يمشي وانا نولي بشويه نضيف في الزبده تاعي. بعد مرور 5 دقائق من الخلط الان راح نضيف المنكه هكذا غير شويه، ونزيد الملون.
واحدة ونزيد نخلط شوية واحدة أخرى. هذه هي لكريمو بيغ تاعنا، راهي وجدت، أو كريمة الزبدة، يعني تجي شابة بزاف وبنينة. تقدروا ديروها يعني في كامل الحلويات تاعكم، في لي تارت اولا في لي كيك، وتجي يعني بنينه بزاف. وكيما راني قلت لكم الذوق يرجع لكم، قادرين يعني ديروها او شوكولا، كيما قادرين تعني ديروها ثاني بالنكهات البندق او يعني اي نكهه تحبوها. هذه هي ان شاء الله تكون وصفه اليوم عجبتكم، وتجربوها ان شاء الله وتولوا يعني تطبقوها في مع وصفاتكم الاخرى تاع لي تارت. فوالا، كالعاده نقولكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، ضغطوا على الزر تحت الفيديو سابوني او سبسكرايب باش تكونوا متتبعين القناه. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، تبقوا على خير.